جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشرحوا لي معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. وهل أبو الزوج أيضا يعتبر حمو بالنسبة لزوجة الابن؟ جزاكم الله خيرا. الحمو قريب الزوج، وقوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت يعني أن خطره والمحذور منها شد من غيره، لأنه يكثر تردده على المسكن وعلى فالتحفظ منه يكون شاقا، واطلاعه على المرأة التي ليست من محارمه يكون كثيرا، فالحذر منه أشد. كثرة مخالطته ولكثرة تردده على البيت فالحذر منه أشد، وأن لا يتسامح في شأنه، لأن الفتنة به ومنه أشد بحكم قربه. وأما أبو الزوج فإنه من المحال، لا تحتجب منه زوجة ابنه، قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فأبو الزوج من المحارم والحمد لله. قال تعالى: وحلائل، في لما ذكر المحرمات قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب. حليلة الابن محرم لأبي زوجها. نعم.